بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة لأحمد محمد باقديم، أقول فيها: العام بعد العام ياتي والعروبة في تعب، لا حالها يفرح ولا الابن انتشط فيها وقام. العام بعد العام ياتي والعروبة في تعب، لا حالها يفرح ولا الابن انتشط فيها وقام. لا قام با يضحك على الرجلين صلينا ركب، ارجع برك حيث هيون من كثر صلات العظام. وهات وخذ على الحال هذا من محرم لا رجب، ومن رجب لا شهر ذي الحجة نهاية كل عام. والقتل والمقتول والصياح في دار العرب، والجعث بالمسكين من كثر التناحر والصدام. مد النظر على العالم العربي وبتشوف العجب، من ليبيا لا مصر لا بغداد لا غزة وشام، إلى اليمن ومنابع الحكمة شعب وابني شعب، وآخر مطاف الخلق في الساحات من تحت الخيام. وآخر مطاف الخلق في الساحات من تحت الخيام. وحراكنا لا طاع يتحرك ولا الطبع انقلب، وتجي تشوف التلفزة بتقول والله يا سلام. وهم طير بتفرقين الرأي كل حد في جنب، والطاهرة تحتاس بين الخال والأب والعمام. هو قبضها الحزب والراس السود ردوا شهب، وبعد سلمها الجماعة واكتفى بالاستلام. وحدة فقدنا العدل فيها والتساوي في الرتب، وغاب فيها الزين ماشي زين جاء من أرسام. ولا شراكة ناصحة تطرح في الحال الرغب، يفرح بها الحضري وبدوان الجبل ذي عالدقام. واليوم يا خباب خب على المخرجة هي والسهب، وحتى السهب موجود وش بيفك حازم من حزام. بتفكنا العين الرحيمة فوقنا خالق ورب، ودعوة المظلوم عنده ترتفع فوق الغمام. بتفكنا العين الرحيمة فوقنا خالق ورب، ودعوة المظلوم عنده ترتفع فوق الغمام. رحمته دركت على النبي يونس وهو وسط الغضب، وفي غزير البحر والموجات في جوف الظلام. وعاد معنا صبر من ذته العلاوي والمهب، بنعالج الأشياء تبه يا عين قري في المنام. هذا تقفل الباب والثاني قفوله من ذهب، ببعث رسالة عاجلة مني على الموطن سلام. موطن سلام صلاب الروس وديار الحضارة والنسب، وخصوصا اللودي مصابيح المخيلة والجهام. فيها تربى الوعل وقشعه قرونه مخشب، وربة المصموم والهدار موفور السنام. داعا وليسر والذي في عين ما ينسى حبب، وصعد وحجر من رباط الباعشن لما شباب. واعطف على الخطمان ذي زانت بربيان السلم، نوح وسيبان الجبال السود والعز والمقام. ما في تراحمنا وراء اثر النبي ذي ما كذب، الصادق المصدوق سيد الانبياء خار الانام. والكل في ارض التراحم ما يلافوش يعتب، أشبه بقرص النوب من دبس الثرية. والختام صلاة تغشى المصطفى المختار، عدم النود هب وعدم الطار المعلي مد جنحينه وحاب.